عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا لمناقشة التشريعات المصرية في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وافتتح المؤتمر المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والدكتور عمر سالم وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى والمجالس النيابية. أكد المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس يعد مشروع قانون لتعديل قانون المجلس ليكون أكثر توافقا مع المعايير الدولية وليكرس استقلال المجلس. انتهينا منه وشيكا وأرسلناه إلى الحكومة وإلى البرلمان لاستصداره بإذن الله، وهو يكرس استقلال المجلس ويعزز اختصاصاته ويمكنه من مباشرة هذه الاختصاصات. وأيضا وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى إن هناك دورا مهما وهو تثقيف المواطنين والحاكم والشرطة بمبادئ حقوق الإنسان التي يجب أن يؤديها ويحترمها حتى يكون على أرقى ما يكون. المواطن حر في اختيار رأيه، حر في اختيار عقيدته، حر في اختيار وظيفته، حر في اختيار يعني منهج حياته اللي هو يسلكه طالما لا يضر بالآخرين. وأكد الدكتور عمر سالم وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى والمجالس النيابية أن الحكومة ستأخذ بتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يخص قانوني التظاهر والانتخابات. لابد وأن تتواءم قوانيننا مع ما نص عليه في الاتفاقيات الدولية المختلفة. لذلك أنا بعتبر أنه ما يدور في هذا المؤتمر بيعتبر بمثابة مختبر معنوي أكثر من رائع لهذه التشريعات، ويطمئن الكافة على أنها إن صدرت سوف تستجيب لكل المعطيات المطلوبة. عقب الجلسة الافتتاحية ناقش المجلس دراسات عدة متعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاجتماع السلمي، وسيستمر المؤتمر منعقدا حتى الغد لمناقشة تشريعات العملية الانتخابية والحق في السكن، ليخرج بعد ذلك بتوصيات أكد الحاضرون الأخذ بها من قبل الحكومة. فهل في النهاية تلقى هذه التوصيات قبولا لدى الشارع؟ كريم الشيخ، جملة مفيدة.